وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري منذر أبو دوحة. بعد التحية، ضعنا في تفاصيل الاجتماع التحضيري للقمة العربية وما تم تناوله من ملفات ومناقشات حتى الآن. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذه القمة الاستثنائية تشهد استعدادات قوية سواء من الجامعة العربية أو الحكومة الجزائرية، وذلك ما تابعناه من خلال الملفات المهمة وأهم التحديات التي تقف أمام التنمية في المجتمعات العربية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وهذا ما حواه اجتماع على مستوى وزراء الاقتصاد والاجتماع اليوم. بطبيعة الحال تم مناقشة أهم التحديات الاقتصادية وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أزمة الغذاء، ووضع خطة عمل استرشادية تم التشاور بخصوصها وسيتم عرضها على القمة الرئاسية في الأول من نوفمبر المقبل أو الأسبوع المقبل إن شاء الله. بطبيعة الحال كانت هناك مناقشات كذلك حول التحديات الاجتماعية والتأكيد على أهمية التنمية الاجتماعية أو التنمية في مختلف المجتمعات العربية في المرحلة القادمة من خلال وضع رؤى موحدة بين الدول العربية في تحركاتهم. كذلك على بالنسبة للوضع ومشكلة اللاجئين في المنطقة العربية شهدت تحديات عديدة وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كان لها تأثير كبير في موضوع الغذاء ونقصه وتأثيره وزيادة أسعاره بالنسبة لتقديم الدعم للاجئين في المنطقة العربية، حيث أن المنطقة العربية تشهد أكبر أعداد لاجئين على مستوى العالم. بالأمس كنا قد تابعنا تصريحات السيد حسام زكي بخصوص ضم ملف سد النهضة لمناقشات وزراء الخارجية العرب والذي سيعقد غدا إن شاء الله، من خلال طلب مصر والسودان لضم هذا الملف ودعم الدول العربية لهذا الملف المهم بالنسبة لمصر والسودان. وكذلك يعتبر من أهم الملفات على طاولة مناقشات الجامعة العربية أو القادة العرب يوم الأول والثاني من نوفمبر المقبل إن شاء الله. هناك عدد من التحديات بطبيعة الحال سيتم مناقشتها غدا إن شاء الله. اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتم مناقشة ما يقارب من 14 بندا حول التحديات السياسية المقبلة والتي سيتم رفعها إلى القمة الرئاسية. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوحة مراسل التلفزيون المصري من الجزائر، شكرا جزيلا لك.